احنا ماشيين في ثلاث محاور. المحور الاولاني الديون الحكوميه على طول اللي هي الكهرباء والغاز وبتاع، وفيها برضو مش مشاكل الناس في التطبيق وليس في القرار ذاته، يعني على مستوى الموظف اللي بيتعامل مع ده. فده مسار. المسار الاخر هو البنك المركزي، واحنا في نوع من التنسيق مع البنك المركزي وفي اراده حقيقيه من البنك المركزي، وهم طلعوا منشور رسمي. المسار الثالث اللي هو الاستثمار المباشر اللي جاي مع هيئات معينه في ولايه اما المحافظات او هيئه التنميه السياحيه. احنا عندنا اجتماع يوم الخميس ده بعد بكره لمجلس اداره هيئه التنميه السياحيه، هيتم النظر في كل الطلبات اللي هي بعمليه التاجيل، وان احنا نريح المستثمر في اعاده سداد التزامات. القرار ما اقدرش اخده منفرد، يعني الناس ساعات بتخلط. انا هقول لكم بصراحه الزملاء، انا مش وزير سياحه، انا ما عنديش سلطه مباشره لا على هيئه التنشيط ولا على هيئه التنميه، لانه حصل تغيير. التغيير انه مجلس الاداره هي السلطه المختصه، لازم اعرض الملف. انا دوري ان انا اعرض هذا الملف باخلاص شديد. لا لازم ضروري ناجل، ضروري ناجل، يعني حد يخفى على حد؟ هو في شغل عشان اجي امسك المستثمر من رقبته واقول له لا ادفع رغم عن ما كان في ثقافه موجوده بتاعه انه بيفصل ما بين الواقع ايه وما بين الورق والالتزام ايه. حضرتك انت على مشروع في شرم الشيخ، قلت ما اقدرش اتكلم اذا كان المستثمر نفسه ما بيعلنش، لكن هيبتدي امتى القضية تبع التنمية السياحية؟ لا 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 هتبقى هيئة التنمية السياحية الجزء الاكبر منها، وفي جزء داخل المحافظة. بالنسبة للشركة التأمين المطارات